هلو، شلونكم؟ ارحب بكم من جديد بسوالف اهلنا. سؤال اليوم بسوالف اهلنا مختلف تماما عن كل الاسئله. راح ننزل للشارع ونسال الناس عن اهم لقاء صار بحياتهم، وهي منو كان هذا اللقاء وشلون كانت النتيجه. تعالوا نشوف اراء الناس بهالموضوع وبعدها راجعين حتى نكمل. جيجين، افضل او احلى موعد صار بحياتك ويا منو؟ ويا الدله والفنجان. والله تعلمت يعني اعرف اخدر قهوه، ويعني بيها الحظ والبخت وال يعني زينه العالم. بالدله. لقائي اول ايام مراهقتي في المتوسطه، التقيت بحبيبه العظيمه، استمر حبنا 17 سنه، توج بزواج وهي ام اولادي حاليا. والله صراحه ويا يونس محمود السفاح، يعني لقاء ويا حلو. ثلاث لقاءات صراحه. الاول لقاء يعني رحنا شفته وشافني واخذنا صور، كانت هي امنيه صراحه وتحققت. وثاني لقاء صار عزيمه. ثالث مره هم رحنا له، يعني كانت المفاجاه كلش حلوه. عندي لقاء مثلا ويا شخص يعني كان كلش قريب الي، صديق بس 20 سنه يعني انا اعرفه، و 19 سنه انا ما شايفته، ومن اجى للعراق سوالي مفاجاه، اجى بمكان انا قاعده، كان هذا لقاء صدق له فد يعني ميزه انه شخص ورا 19 سنه تشوفه وفجاه انه ترفع عينك تشوف هذا الشخص قبالك، فهذا كان لقاء كلش مميز. الوالد لما سافر لبيروت راح مهرجان شهر، اقل الشهر تقريبا، فهنا انا عشت دور الكبير قوي بالبيت، بس ما اقول لك صرفت الفلوس كلها، بس من رجع قلت له الطنيان قلت خذت منه تشيك مو بس هاي، قالوا مقتول. هاي تحصيل حاصل. افضل لقاء صار بحياتك ويا منو وشلون كانت النتائج؟ انت فعلا، انت انا مو كاميرا لو شيء، فعلا فعلا انت، لان لقاء بيك صار بمسرح الوطني وشفتك وشفت الكاركتر مالتك وتمثيلك وشيء اعجاب صار بيك، وانا قلت لك اياها، قلت لك تصير، وفد يوم من الايام اخذ وياك لقاء، وفعلا هذا اليوم اللي اجى. عمي ترى صدفة شتى مو تقولون زين. انا اشكرك كل شيء. وصلت وياكم لختام سوالف اهلنا، شكرا لكل الناس اللي شاركوني هالفقره. هسه اقول لكم باي باي. خوش حكي احلى نحكي.